تحية طيبة لكم مشاهدي الكريم، أهلا وسهلا بكم معنا دائما في حلقة جديدة من حلقات برنامج أبعاد. هذا البرنامج الذي يشرف بأعينكم يتهادى إلى أنفسكم عبر قنوات التلفزيون الجزائري. نرحب بكم في هذه المساحة الفكرية التي من خلالها نقف ونطرق العديد الملفات والمواضيع المتعلقة بحياة الناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. في عدد اليوم من برنامج أبعاد نتحدث عن منظومة القيم في ميزان الحريات الشخصية، حتى نتحدث عن القيم، عن الثابت فيها وعن المتغير. هل بالضرورة أن الزمن وظروف الحياة الآن بتعقيداتها تفرض علينا أن نتنازل، أن نتخلى عن بعض القيم بحكم تغيير أسماءها، بحكم تغيير البيئة، أم أن القيمة هي قيمة ثابتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عنها؟ وهذا التدافع ما بين الأمم كيف سينعكس علينا وكيف سنخرج منه بأقل الأضرار؟ ما يتعلق بهذا الموضوع من إشكاليات نستمع إليه في هذه الإشكالية بقلم أبعاد الدكتور العربي قجال، بعد ذلك نعود. أبعاد في غمرة التحولات المادية الكبرى وهوس الإنسان المعاصر بالتطور وتسخير الكون لنزعاته المتقلبة، غلبت على سلوكه شهوة التحكم، فتجرأ متطاولا على منظومة القيم التي طالما شكلت الضامن لإنسانيته بل والأمان لاستمراره، فنصب نفسه مصدرها الأوحد بعد أن ألغى مرجعية السماء وصوت الفطرة، فحاد بها من الإطلاق إلى النسبية ومن الثابت إلى المتغير، وشرع يلحق المثل والمبادئ الإنسانية المسلمة بقضاياه الخاضعة للنقاش، بل ويضعها على معيار القبول أو الرفض بعد أن كانت لغة عالمية ينحني أمام جلالها البشر بكل أخلاطهم. وأيما نار أضرم الآخرون أوارها فإننا أقرب ما نكون إلى دخانها، ما يفتح التساؤل واسعا، هل تشكل هذه الموجة في العالم تهديدا للمنظومة القيمية بعد انتقالها من مستوى السلوك إلى مستوى القناعات؟ وما دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الحفاظ على الحس الإنساني أولا من الضمور ثم على مقومات الهوية والانتماء؟ إذن مشاهدي الكريم، هذه هي التساؤلات التي وردت في هذه الإشكالية وغيرها من التساؤلات الكبرى التي تطرح حول موضوع القيم، نحاول أن نفككها بين يدي أستاذنا الكريم وضيف برنامج أبعاد لنهار اليوم الدكتور طه كوزي، الباحث في القضايا الفكرية ومؤسس المعهد العالي للعلوم، رئيس مجلس الإدارة بالمعهد. مرحبا بك أستاذ. شكرا جزيلا وسعيد بهذه الاستضافة. شكرا لك دكتور على قبول دعوة البرنامج. إذا نتحدث عن موضوع مهم جدا، عن القيم ومنظومة القيم في ظل هذه التحولات، والتي إلى وقت قريب كان لا يثار نقاش أصلا حولها لأنها تعتبر يعني ثابت في الشخصية وفي الهوية، الآن للأسف فيه إكراهات تدفع أن نتحدث عن القيم. أستاذ، كيف تقرأ هذا الواقع العالم الآن في هذا التدافع فيما يتعلق بتغير القيم، وللأسف المجتمعات الإسلامية أصبحت تصارع هذه القيم، تدفع بعضها وتقبل بعضها؟ أستاذ، ربما المشكلة في جيوبنا ابتداء الآن، حكي. في جيب كل واحد منا وواحدة منا هاتف جوال ومرتبط بتكنولوجيا وبتدفق إنترنت عالي ومنفتح بصدر رحب لكل غريب ولكل منكر ولكل معروف. صحيح. في هذه اللحظة التي يقف فيها الإنسان أمام كل أنواع الأعاصير وكل أنواع القيم وكل ألوان الخصائص التي يدفع بها منتجو وسائل الإعلام الآن، غرف التحرير المظلمة منها والصادقة والنزيهة منها، الآن أصبحت صدورنا عارية وكأننا دخلنا في معركة، في مواجهة إعلامية معلوماتية تكنولوجية إلكترونية وفكرية. المسافة الآن بيني وبينك الآن هي نفسها بيني وبين إنسان في نيويورك وآخر في بيكان وآخر في موسكو وآخر في أمريكا اللاتينية.
المشكلة فقط أن الموقع اليوم بالنسبة للإنسان المتخلف، الإنسان الذي يعيش في سياق متأزم مثلنا، إنسان غير منتج في هذه المعركة، هو إنسان مستهلك. كنا بالأمس نعيش حالة الاستهلاك في البيبسي والكوكا، في ستاربكس وفي في منتجاتنا الاستهلاكية. الآن أصبحت المسألة أكثر تعقيد، أصبحنا الآن نستهلك الأفكار، نستهلك القيم، نستهلك من خلال ربما لعبة إلكترونية في بعض الأحيان، في من خلال شبكة التواصل الاجتماعي، من خلال أفلام نتفليكس، من خلال كل هذه المنظومة الإعلامية الهائجة والمائجة، والتي طبعا تحمل في ذاتها مخططات فكرية ومخططات معرفية. فقط بالنسبة إلينا نحن ننظر إليها باعتبارنا مستهلكين، ننظر إليها على أنها محايدة، على أنها بريئة، على أنها عالمية، على أنها وكأنها جمعية خيرية ومؤسسة خيرية للنفع العام. بالضبط. هذا الإحساس عند الإنسان وهذا الموقف السلبي يجعلنا أمام في معركة القيم من الخاسرين، لأننا ندخل هذه المعركة بعقل منطفئ. هل فيه الحكم دكتورنا بأننا خسرنا المعركة إلى غاية الآن، لأنه الألفية يعني بداية الألفية؟ نعم، على الأقل الجولات السابقة خسرناها للأسف. ولكن هذا لا يعني بأننا سنبقى دائما خاسرين، إذا غيرنا موقفنا ستتغير وقفتنا وستتغير النتيجة بعد ذلك. طبعا نحن أمة في معظمها، في غالبها في عالم المسلمين، من جاوة إلى مراكش ومن طنجة إلى جاكرتا بلغة ملك بن نبي. صحيح. طبعا هو مجتمع عاش ولات كثيرة. لما كان الناس يقومون بالثورة الصناعية وكان تحت نير الاستعمار، وكان في ظروف استثنائية، وهذا ما جعلنا اليوم مقتطع من حياة الأمة، فدفعنا هذه الفاتورة. ولكن بمجرد استقلالنا السياسي والاستقلال المادي، ينبغي أن نفكر في الاستقلال القيمي وفي الاستقلال التربوي وفي الاستقلال أيضا المعرفي والمعلوماتي، وأعتقد بأنها هي مرحلة طبيعية في حياة الأمة. فقط هذه ضمائرنا ينبغي أن تتحرك، ينبغي أن تكون واعية، ينبغي أن توقن وأن تستوعب أن هناك مشكلة، وأن هناك اهتزازا في المعادلة الحضارية. بالضبط. أن هناك إنسان منتج ولا ينبغي أن نبقى مستهلكين، هو إنسان لديه خططه مثل ما كانت لديه خططه الاستعمارية وأرضه المحروقة وسجونه المادية، الآن لديه خططه أيضا في الأرض المحروقة وفي سجونه الفكرية الآن وليست المادية. أعتقد بأن معركة القيم هي معركة سجال. نعم، هذه المعركة وهذا السجال الذي فيه دائما يعني تقدم وتأخر، فوز والانتصار. هل باعتقادك أستاذنا يعني ما تملكه الأمة، هذا البعد الحضاري 14 قرنا، وما يحمله من قيم، وخاصة نتعامل مع يعني دين، نتعامل مع نص قرآني، نتعامل مع يعني موروث من السنة، نتعامل مع علماء ألفوا في التزكية في الأخلاق، هل تعتقد أنه سيسعفنا بأن نتمكن من كسب المعركة سريعا؟ لأنه قلت دخلنا في معركة ولكن المدة طالت ربما أستاذ، هذه الدائرة دائرة الانهزامية أستاذ. في اعتقادي أن هناك جلطة دماغية في مكان ما، لما الإنسان يكون دماغه متقد. صحيح. ويكتنز كل هذا الخير من القرآن الكريم والسنة النبوية مطهرة وكل هذا. صحيح. ما ذكرتموه. نعم. من أخلاق وعمق فكري وأصالة. صحيح. إلى آخره، ولكنه لم يمتلك الفعالية بعد، لم يثبت أمام أول يعني صدمة أو اختبار. نعم. وشبهه كثيرا بذلك المريض المصاب بجلطة دماغية. صحيح. لديه دماغ، لديه استعداد، لديه حرقة ليقوم بالحركة، ولكن الجسد لا يطوعه، الجسد لا يستجيب لأوامر الدماغ. صحيح. والسبب أن هناك أنه ليست هذه الأركان معطلة أو كذا، ولكن هناك جلطة، هناك نقطة تجلطت فيها الدم. فلهذا أعتقد بأن النقطة التي تجلط فيها الدم هي نقطة الضمير بالتحديد. الكثير من الأحيان التي، لأن هناك فرق بين العاطفة والنفس والضمير والعقل والقلب إلى آخره. صحيح. قد يتشوه العقل، قد يتعلم الإنسان مثلا يأخذ أفكار مشوهة ومشوشة، أفكار إلحادية معينة ويدافع عنها وهو في يصلي وإلى آخره. صحيح. قد يتشوه القلب في بعض الأحيان، يأخذ المسألة بطريقة عاطفية مدمرة فيأخذ قرار خاطئ في حياته، يتحمس. ولكن هناك جهاز في الإنسان لا يتشوش أبدا، وهذا من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، وهو جهاز الضمير.
ممتاز. هذا الضمير الذي هو الذي تجده عند الوسادة، لأنك أخطأت في حق فلان أو في حق فلانة، أو لأنك قلت كلمة نابية أو قالها الإنسان أو قام الإنسان بفعل غير مناسب إلى آخره. هذا الجهاز الذي لا يترك الإنسان ينام في بعض الأحيان، يؤنبه ضميره مهما يكون هذا الإنسان، حتى وإن كانت تشوش عقله بكل أفكار، حتى وإن كانت تشوهت عاطفته، ولكن يبقى ضميره دائما حيا. أعتقد أن القرآن الكريم لهذا، في القرآن الكريم تجده دائما يؤنب هذا الإنسان ليعيد للضمير حركيته وفعاليته. دائما هذا الاستفهام، قوة يبقى عليه مستيقظا. نعم. مقاوما يعني لله. ولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أفلم يروا قل انظروا بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل هذه المعاني القرآنية، كل هذا التأنيب وهذا الاستشهاد ومحاصرة الإنسان بالسؤال ليتحرك ضميره بعد ذلك. أعتقد بأن وهذه الإشكالية في المجتمعات، ملك النبي يحدثنا أنه لما تكون المجتمعات في الانطلاق تكون الروح هي الأولى، ثم تحافظ بالعقل ثم تنهار بالغريزة والشهوة إلى آخره. حتى المجتمعات المسلمة تخضع لهذا القانون الحضاري. أستاذ، هذه المجتمعات المسلمة وأنت تطرح هذا الموضوع بهذا الأسلوب الشائق والرائق، أستاذنا هل الأزمة هي أزمة بمعنى ما الذي يدفع إلى سوء أخلاقنا أو سوء قيمنا؟ هل هو عامل اقتصادي؟ هو عامل اجتماعي؟ كنت أشرت إلى قضية الاستعمار، الآن نحن 60 سنة تقريبا العالم العربي والإسلامي كله 60 سنة بعد الاستقلال، لماذا قيمنا أصبحت مهزوزة؟ يعني هل لأنه في بعض الأحيان يركزون على الجانب الاقتصادي والفقر هو الذي يدفع إلى ظهور هذه القيم؟ ما هو العامل ربما الذي يجمل ما بين هذه البلدان في تراجع هذه القيم؟ ربما السبب الجوهري هو التقليد، ربما لا يوجد هناك سبب واحد ولكن هناك مجموعة من الأسباب. ولكن عمق في عمق الأسباب هاتي نجد هناك عنقود من الأسباب، ولكن هناك رأس العنقود. صحيح. ربما رأسه هذا التقليد، هذا الاستلاب الحضاري. استلاب. صح. هذا الاستهلاك، هذا الاستيراد لكل شيء. استيراد السلع قد يكون مقبول في مستوى ما، ولكن استيراد الأفكار، استيراد المخططات. لم يتوقف بلد إسلامي بعد استقلاله ليقول بأنه ينبغي أن أصوغ بنفسي مخططي لمستقبلي، ينبغي أن تكون لدي مؤسساتي البحثية ومؤسساتي ومفكرية الذين هم الذين يصوغون خطط لهذا البلد بطريقة ذاتية. ماذا فعلنا في السنوات الأولى؟ ربما في بعض الأحيان استوردنا بعض الخطط، استوردنا بعض المشاريع، استوردنا بعض الإيديولوجيات، ولكنها غير متناسبة مع تراثنا، ليست متناسبة مع مكوناتنا. نلبس ثوب غير ثوبنا تماما، مثل إنسان يشتري ثوب بمقاس زميله وبمقاس جاره يعتقد أنه صاحب الدكان على أساس أنها ستكون مناسبة له أيضا. هذه مشكلة جوهرية ولها أيضا أسباب نفسية. يعني الإنسان لما يخرج من دائرة الاستعمار لا يمتلك الثقة في النفس الكافية ليبني بيته من جديد، ليرمم ما تصدع ومنهار في مجتمعه وطيلة سنوات الاستعمار. الإنسان الخارج من دائرة الاستعمار إنسان منهك في بعض الأحيان من الثورة ومن الجهاد ومن المواجهة إلى آخره، ومن صعب أن ينتبه لأن مسألة وهو يمني النفس أن يصل إلى محطة الأمان يعني، فيجد فإنه استراحة المقاتل. تماما، استراحة المقاتل والمحارب. ولكن المشكلة أنها طريق طويل للأسف. فلهذا أعتقد بأننا لما نشاهد اليوم الآن العالم كيف يتحرك بمراكز تفكير براند كوربوريشن، كاتو انستيتوت وغيرها من المؤسسات البحثية، نعود إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد دار أرقمنا بالأرقم. هل كانت دار عبادة بالمفهوم المسيحي؟ لا، كانت دار تخطيط، تكوين، استشراف، دبلوماسية، كلها من هنالك خرجت المراسلة إلى عظيم الروم، إلى عظيم الفرس، 2 سنين من الدعوة السرية. تمام. ومن هنالك تخرج بلال وتخرج حمزة وتخرج عمر وتخرج رضوان الله عليهم جميعا. إذا الحاجة اليوم في أي معركة لأي أمة لكي تنبعث من جديد وتصوغ خططها، حالة دار الأرقم نوع بالأرقم هي كلمة السر، هي نقطة الانعطاف. وهذا هو الضمير الذي تحدث عنه أستاذ، خروج من الضمير الفردي إلى الضمير الجمعي للأمة والاشتغال كمؤسسة في أي دائرة يمكن أن نصل إلى هذا المستوى بالنسبة سواء كبلدان منفردة أو ك أمة هكذا، في أي دائرة يمكن أن نصل؟ هل لا يمكن أن نوحد المناهج التربوية على جميع الدول؟ لا يمكن أن نوحد يعني التوجهات العامة لكل البلدان، ولكن في أي دائرة يمكن أن نعقد هذه
يبكيني سلسلة. يبكيني ويقلقني لما أقرأ مقالة لراند كوربوريشن مثلا كمركز بحث يتحدث فيه عن العالم الإسلامي وفق المقاس الذي يريده المقاس الأمريكي، فتجد بأن ورقة البحث كتبها أكثر من 80 باحث، وعدد صفحات البحث 60 صفحة، يعني عدد الباحثين أكثر من عدد الصفحات. عدد الصفحات يعني. هذه الحالة هي حالة استثنائية، هي حالة صعبة، ربما هي ملازمة بحالة الحضارة. صح. كلما عجز الإنسان عن العمل الجماعي، عن العمل الثنائي والثلاثي وإيجاد صيغ للاستفادة من عقول بعضنا البعض، كلما تيقن بأننا في مرحلة تخلف وتأزم، كلما ازداد الإنسان قدرة على التواصل وعلى العمل الجماعي، هنا ندرك بأن هذا المجتمع مقبل على طفرة حضارية ومقبل على إنتاج حضاري. الدليل على ذلك بأننا للأسف اليوم لما ندخل جامعة قد تجد بين قسم وقسم، بين مدرج ومدرج، بين أساتذة في نفس التخصص، لا يوجد هناك تواصل، لا يوجد هناك حوار، لا يوجد هناك نقاش، لا يوجد هناك بناء وإعادة بناء الأفكار. فتجد لما يخرج الحياة اليومية هذا الإنسان المثقف يجد نفسه معزول، وبطبيعة الحال لأن الحياة تركب، تقدم أمامه تمارين وظواهر مركبة. خذ لك أي إشكالية اليوم في واقع الناس اليوم، ستجدها ظاهرة تحتاج فيها إلى الفقيه وإلى القانوني وإلى المشرع وإلى الحقوقي وإلى الجميع لتحل مشكلة بسيطة واحدة في الحياة الاجتماعية. ولكن إذا لم يألف هؤلاء العمل معا منذ أول يوم من نعومة أطفالهم في محاضن الدرس، في التربية، في أي حل يقدم حل أعرج، يعني سيكون الحل شئنا أم أبينا أعوج وأعرج ومتشوه ومتشوش بهذه الأنا المتصلبة في بعض الأحيان. فيدافع هؤلاء عن تخصصهم، ويدافع هؤلاء عن إيديولوجيتهم، ويدافع هؤلاء عن مدرستهم. نحجر واسعا دائما ما نحجر، ثم بعد ذلك نعم نحجر على الناس أفكارهم وأيضا نختزل حلول مركبة في ربما في أفكار مختزلة ومستسعة. نعم للأسف أستاذنا، أكيد أنه إشكالية أو متغيرات الحلقة اليوم نحن نتحدث عن منظومة القيم في ظل ميزانية الحريات الشخصية، والأكيد أنك تتابع أبنائنا اليوم، وفي بداية البرنامج أشرت إلى الهاتف، يأتون بالعديد من القيم، يلبسون العديد من التصرفات، العديد من الأخلاق تحت دائرة حرية الشخصية، يجادلك في الثابت، المرأة ربما تجادلك في مسألة الحجاب، الرجل يجادلك في مسألة اللباس أو يعني لباس معين وتقول هذا يخالف ربما القيم، الأعرف يدخلك في دائرة يعني الأمور الشخصية وكأنه يحرجك، لأنك في بعض الأحيان تصطدم بأنها حقيقة، حريته وحياته. كيف يمكن أن نقارب هذه المسألة، قضية القيم وميزان الحرية الشخصية؟ ربما أعتقد بأن ما حدث من ثورة تكنولوجية وإلكترونية مؤخرا وحملت الكثير من القيم هي تهديد وفرصة في نفس الوقت. تهديد لأنها تفيد إلينا بالكثير من القيم والكثير من الأخلاقيات المنافية لرؤيتنا الكونية ورؤيتنا الإسلامية ورؤيتنا الفلسفية، ولكنها أيضا فرصة لنراجع بعض سلوكيات أيضا في تربيتنا. إن التربية التي تفتقد الحوار، تفتقد الاستماع، تفتقد السؤال والجواب، وتفتقد إلى الاستماع المتربي الذي بين أيدينا إلى آخره، ستكون هذه هو قاتلة، وستراكم الكثير في ثناياها الكثير من العقد. الآن لما يكون الأب مشغول مثلا بمباريات في كرة القدم وسلسلة متواصلة، ومشغول أيضا والأم مشغولة بسلسلة في نتفليكس أو في مكان آخر، ثم بعد ذلك هذا الإبن هو أيضا مشغول في عدد من الألعاب الإلكترونية والألعاب الفيديو، مشغول بالكثير من المنتجات الإعلامية والمعلوماتية، ثم بعد ذلك هو سيواجه هذا الفراغ وهذا القمع الذي قد يجده في بعض الأحيان في بيئته العائلية، أنه لا يحق له الحوار، لا يحق له التعبير عن آرائه، عن أفكاره إلى آخره، سيدافع وينافح عن حالته هو بالرفض وبمسميات الآخر وبخطاب الآخر الذي لا يعنيه في شيء. فأعتقد بأن فرصة بالنسبة إلينا أن نراجع سلوكياتنا في التربية، وأن نستفيد أيضا من هذه الثورة التكنولوجية والإلكترونية على خطورتها. أعطيك مثال بسيط، اليوم لما تلميذ طفل صغير يدخل إلى لعبة إلكترونية، يسكر، يزني، يسرق، يقتل،
خذ 7000 إنسان في أنا أسأل دائما في الحوارات مثلا هل هذا الإنسان أصبح قابل هل أصبح قاتلا في حكم ثم يأتي ثم هذا الشاب أخذه إلى صلاة الجمعة فيسمع خطاب ربما خطاب عاطفي جياش إلى آخره ولكن لا يجد آلية عملية ولا يجد في بعض الأحيان حتى الاستماع ربما للحوار والنقاش في بيته مع أستاذه ومع مربيه إلى آخره وصادر حتى حقه في السؤال يعني صادر حقه تسأل في هذه السؤال. الأشياء وكأنك عند سألت فيها وكأنك قد تجرأت على ما هو معلوم من الدين صحيح؟ تجرأت إلى آخره ولكنها هي أساس الإيمان وهذا المنهج الإبراهيمي في السؤال صحيح أريني أنظر إليك نعم تماما فلهذا أعتقد بأن هي فرصة وتهديد في نفس الوقت تهديد كبير إذا لم نعدل في سلوكياتنا إذا لم ننتبه إلى عاداتنا في وسلوكياتنا في التربية وفي الأخذ بيد أبنائنا وأيضا ستكون فرصة إذا استطعنا استثمارها في الطريق الصحيح لأنه في النهاية المدار القيم القيمة الأساسية والجوهرية في الإسلام هي الحرية أن يقوم الإنسان بمحض حريته وبما لهذا العقيدة هي عقيدة لأنه عقد قلبه على تلك الفكرة فمدار الإسلام كله يقوم على الحرية ولكن ليست الحرية الغربية المتحدث عنها ولكن الحرية التي تلازمها المسؤولية المسؤولية على المآل والمسؤولية على فلهذا المنظومة الإسلامية هي منظومة مركبة في القيم لا يمكن أن تجتث الحرية عن المسؤولية لا يمكن أن تجتث المتعة واللذة عن الألم وعن الجزاء والعقاب الجزاء والعقاب أيضا بهذا المنطق إذا اجتزأت المتعة عن مؤداها فإنه في النهاية سيكون الربا حلال صح. بهذا المعنى ولكن إذا ألزمت الإنسان بمؤدى تلك المتعة سيكون الربا حرام ويكون البيع حلال وحل الله ويكون يعني. الزنا حرام ويكون الزواج صح. لأنه الإنسان يتحمل تبعات تلك المتعة لأنه لا يوجد في الإسلام متعة منفصمة أو لذة منفصمة عن المسؤولية أو مسؤولية منفصمة عن تبعاتها ومآلاتها فهذا التعديل الذي يمارسه الإعلام الغربي والمنظومة الغربية في وكأنها جراحة أعصاب تعديل جينات في تركيبة هذا الإنسان فينطلق ويدافع عن قيمه ولا يعرف أنه يدافع عن خرابه ويدافع عن حتفه بيده أنا هجسي شخصي يعني أستاذنا الكريم هو ذلك التصدي بعنف في البداية لما يطرح الآن يتكلمون عن الجنس الثالث يتكلمون عن أشياء في معتقداتنا وفي يعني في أذهاننا وفي خلدنا لم نكن بيوم من الأيام نحدث بها أنفسنا الآن تحت هذا الإكراه تحت هذا التكرار الذي بعده يكون الإقرار أصبحنا الآن نجادلها نناقشها نتحدث عنها وبعد ذلك نسلم بها بعد ذلك نعذر من أصبح يتلبس بها هذه الحركة النفسية إن صح التعبير أستاذنا كيف يمكن أن يقايمها الإنسان حتى يصبح ينكر ما هو منكر في الأصل أستاذ لأنه إذا أصبحنا نتنازل هكذا عن القيم سننجرف في ظل هذا التيار أعتقد بأنه أن نفهم المرحلة الحضارية التي نحن فيها والمرحلة التي يقع فيها الإنسان الغربي الآن لنفهم هذا التفاعل في القيم لما الإنسان الغربي هو يعيش حالة ما بعد الحضارة صح وهو قد استهلك كل مقوماته بنى حضارته الإنسان الأوروبي الذي كان يعمل 17 ساعة في اليوم في أثناء ثورة البخار والثورة الصناعية وهو يبني هذه الحضارة الجيل الذي جاء بعده هو جيل مستهلك ويستهلك ما تركه له أجداده وأباؤه وأمهاته من عمل وجهد وبناء وفي مختلف مجال مفاصل الحياة وفي مختلف المجالات وأصبح نفس الإنسان الذي كان بالأمس يعمل 17 ساعة الآن يدافع عن 3 أيام في الأسبوع عمل إلى آخره هذه دورتهم الحضارية هذا تاريخه بالنسبة إلينا نحن لما نصنع بعد صبارنا جيلا الإسلام في رؤيته الفكرية قادر وقابل لإنجاب حضارة في ألف حضارة في الثانية ولكن المشكلة أن هذا الإنسان المسلم اليوم هل هو مستعد ليحمل هذا النص وهذه الرؤية يصنع نموذجه أم لا فهذا من العيب أن يكون الإنسان اليوم في حالة استهلاكية ويتلقف أفكار الإنسان الغربي الذي يعيش ما بعد الحضارة وقد أنجز منجزاته وأتم دورته الحضارية فنقلده بعد ذلك بغباء وبسذاجة وبتملق إلى آخره فلهذا أعتقد بأن أول شيء أن نفهم طبيعة
طبيعة الإنسان الغربي اليوم بمركزية. يعني علي عزت بيكوفيز هذا المفكر الغربي المسلم يتحدث على عن أن العالم الآن الأوروبي يذهب إلى العدمية. قبل 30 سنة أو 40 سنة يتحدث عن هذا الموضوع، بمعنى قد وصل كما قلت إلى الذروة، بعد ذلك أصبح يذهب إلى العدمية بين قوسين البهيمية وغيرها. تمام. هل نحن بالضرورة أن نرافقهم في هذا المسار؟ المشكلة الجوهرية هي استهلاكيتنا. مثل ما استهلكنا منتجاتهم، صح، استهلكنا القطار واستهلكنا الصاروخ واستهلكنا الطائرة واستهلكنا كل منتجات الحضارة، الآن نحن نستهلك منتجات ما بعد الحضارة أيضا. فنستهلك أيضا هذه القيم من مثلية ومن شذوذ ومن تطبيع مع كل شذوذ إلى آخره، بهذه الوقاحة وبهذه الصلافة. وأنا أعتقد بأن كل هذه الظواهر هي ظواهر غربية محضة. المشكلة في ذلك أن الإنسان الغربي هو يريد أن يعلم الناس كل ما وصل إليه، وبمركزيته أنه يفترض بأن حالة شذوذ مثلا هي حالة فكرية متقدمة جدا ومتطورة من حالة الإنسان، ينكر على المجتمع الآخر ويعاقبه ويمارس عليه نوع من الوصاية ويعتبره مجتمعا تقليديا ومجتمعا قديما ومجتمعا متخلفا، لأنه لا يزال يعتقد بأن العلاقة الأسرية قائمة على رجل ومرأة في إطار مؤسسة صارمة هي مؤسسة الزواج، وأن هذا الميثاق الغليظ هو مجرد وثيقة وورقة لا معنى لها، وأن الإنسان يستطيع أن يتدجن وأن يختار لنفسه جنسا وأن يختار ميولا جنسيا آخر. كل هذا هو دليل على هذا الإنسان فقد معاييره في الحياة. المشكلة اليوم هي أين تقع؟ المشكلة أن الشاب يتلقى القيم بطريقة فعالة من السياق الغربي، من خلال أفلام كرتونية، من خلال ألعاب فيديو، من خلال أفلام سينمائية بدقة لا متناهية، ويتلقاها بطريقة تربوية وبيداغوجية ماكرة بتدفق كبير، بتدرج وبتدفق كبير. 900 فيلم ينتج في هوليود سنويا، بوليود الهندية أكثر. تمام. نعم. كل هذه بالمقابل يجد نفسه أمام عدد من بماذا نقاوم هذه القيم التي يعبها هذا الإنسان الغربي في أفواهنا وفي شخصياتنا، نقاومها بمجموعة من الآن. العلاقة بالقرآن الكريم هي علاقة حفظ أساسا، علاقة بسنة نبوية هي حفظ أساسا. المشكلة الجوهرية أننا عطلنا آلة الفهم ليستطيع الإنسان على الأقل أن يستوعب ما يحفظه وأن يفهم وأن يدرك بلسان عقول، بقلب عقول وبلسان سأقول مثل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يفهم هذا الفكر الإسلامي، هذه أن يفهم دينه. فلهذا أعتقد بأنه لما ألتقي بشاب تلبس بلبوس الفكرة غربية من هذه الأفكار الشاذة، أول مرحلة هي مرحلة التفهم، لأننا ورطناه وتركناه وحيدا أمام إعصار القيم. جارف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية القدرة على السؤال، لأن القدرة على طرح السؤال المناسب لهذا الشاب ستعيده إلى مجموعة التناقضات التي يعيشها هذا الإنسان الغربي، ويكتشف بنفسه الاختلالات التي يعيشها لأنه هو في حالة استهلاكية مستلقي على أريكة ويتابع بصدر رحب كل هذه الكوارث الفكرية يرى نفسه هو الشخص الواحد على صواب والباقي كلهم على خطأ. تماما. لما أقود هذا الحوار والخطاب الفكري بطريقة هادئة تربوية سلسة وبدون أن أخسر هذا الإنسان، مثل ما نقول باللغة الفرنسية comprendre ce n'est pas justifier، التفاهم ليس التبرير. إذا تجاوزنا هذه المرحلة فإننا سنخسر شبابنا أيضا، لأن لم نستطع أن نسلك معهم طريق الحوار والسؤال وخلق هذا الجسر التواصل. أستاذ، أنا أعلم أنك ربما وقفت على نماذج عديدة في دول مختلفة سواء أسيوية أو أوروبية، بالنسبة إلينا كعالم إسلامي هل فيه نموذج هكذا يبعث على الإشراق، يبعث على ربما الطمأنينة على أنه هذا النموذج يمكن أن يجرف معه باقي الدول العربية والإسلامية لأن تواجه هذا التيار الكبير جدا وهذه القنوات التي دخلت على قناة التربية والتنشئة الإسلامية؟ هل فيه نماذج هكذا سواء كهيئات كمعاهد كمجتمعات تشتغل على تحصين نفسها من هذا الانجراف الكبير في القيم؟ ربما الإنسان لما يزور عدد من الدول الإسلامية سواء كان في الشرق أو في الغرب
هناك جهود، هناك جهود فردية، هناك جهود في بعض المؤسسات، هناك جهود مجتمعية، ولكنها لم تصل بعد إلى حالة نموذج متماسك، نموذج متكامل في مختلف مجالات الحياة. يعني لما نتحدث عن نموذج متكامل يعني نواجه منظومة فكرية وتربوية بمنظومة فكرية وتربوية بديلة، تكون من ندية مقابلة، بندية مقابلة من المدرسة إلى الجامع، إلى الجامعة، إلى المصنع، إلى مراكز للتسلية، إلى إنه في النهاية الإنسان الغربي قدم لنا نموذج حياة، قدم لنا نمط حياة، قدم لنا نموذج معلب وجاهز للاستهلاك، من ستاربكس إلى ماكدونالدز إلى نتفليكس، إلى كل شيء جاهز، منظومة جاهزة ومتناغمة في ذاتها، حلقة مغلقة يصعب الخروج منها والانفلات منها. إذا تقبلت أحد البيادق أو الحلقات في هذه النموذج تقبل المجموع الباقي يعني. هل في العالم الإسلامي وفي عالم المسلمين اليوم بديل بهذا المستوى من الهندسة؟ للأسف لا. هناك مبادرات، هناك جهود في مختلف مؤسسات تربوية ومؤسسات إعلامية إلى آخره، ولكن لم ترتقي بعده إلى هذه الحالة الجماعية المتماسكة، ولكنها هي مرحلة مطلوبة أعتقد. مرحلة المقاومة، مرحلة إثبات الذات وإثبات الهوية، هو إثبات على أننا مختلف عن هذا الخط الفكري. نحن مختلفون، نحن رافضون لهذا الشذوذ، لهذا التطبيع مع الشذوذ الجنسي والشذوذ الصهيوني والشذوذ المثلي والشذوذ في كل مجالات الحياة الذي يمثله الآن المنظومة الإعلامية والفكرية المعاصرة. هذه المرحلة التي نعيشها، وكأن الإنسان المسلم اليوم في مختلف بقاع الأرض يقول أنا هنا، حتى ربما في عمق الغرب الآن تصلي في مثلا في بعض المساجد، في بعض المراكز، في تجد بعض المراكز الإسلامية الآن في قلب أوروبا، القابض فيها على دينك القابض على الجمر. يعني تخرج في بعض الأحيان من مصلى أو في مسجد في أوروبا مثلا، تجد بجواره حانة وبجواره نادي للمثليين وكذا إلى آخره، قابض على دينك القابض على الجمر فعلا. وهذه هي ربما أكبر دليل على أن الفكرة الوحيدة التي ستبقى بعد موت كل الإيديولوجيات بلغة بيغوفيتش صحيح هي الإسلام. شاء الإنسان ما أبى، هي الديانة الوحيدة التي ستبقى قادرة على مواجهة أسئلة الإنسان والإجابة عن تطلعاته في كل زمان وفي كل مكان. نعم، سماها مصير المصير المحتوم للعالم ككل. على كل حال، العالم الغربي، أستاذنا نحيل المشاهد الكريم إلى مجموعة من الكتب تحت ركن الفهرست، فابقوا معنا. الفهرست. عم أستاذنا الكريم دكتورنا طه كوزي، هذا الموضوع المتعلق بالقيم ربما لا يوجد كتب هكذا يعني منفردة بهذا الاسم تحت منظومة القيم، ولكن قد تؤلف تحت يعني مسميات عدة، التزكية أو الأخلاق أو غيرها. هل فيه بعض الكتب يمكن أن نحيل إليها المشاهد الكريم لقراءة هذا الصراع ما بين القيم، هذا التوجه الكبير للعالم و العالم الإسلامي كيف يواجه كل هذه التحديات؟ ربما أنا أعتقد أن مالك بن نبي هو سيد المفكرين في هذا المجال، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة مثلا، يروي هذه القصة، يبين كيف أن الإنسان لم يكن يستعمر فقط الأرض والهواء والتراب والتضاريس المادية فقط، وإنما كان يستعمر العقول. وكانت لهذا الإمام البشير إبراهيم عليه رحمة الله حين يقول كيف يستقل أو كيف يتحرر بدن يحمل عقلا عبدا. العبودية هي في الذهن، العبودية في هذه القابلية النفسية والقابلية التربوية والقابلية الفكرية في هذا الإنسان. مالك بن نبي نبهنا أول المنبهين إلى أن الصراع ليس صراعا في مستوى المادي، إنما هو صراع أساسا وابتداء في مستوى الأفكار. الأفكار. هذه ربما هي مسألة أساسية وجوهرية. إذن ضرورة الاطلاع على ما كتبه مفكرنا الراحل مالك بن نبي. أستاذ أيضا لك إنتاج فيما يتعلق بهذا الموضوع، هل يمكن أن تحيل المشاهد الكريم إلى العنوانين؟ ربما تحدثت في معركة الوعي عن هذا الأمر. نعم، معركة الوعي، إذا تحرك ضمير تحرك التاريخ. ربما فكرة الكتاب أساسا هو أن المواجهة اليوم لا تزال مستمرة. نحن الآن خرجنا من معركة الاستعمار إلى معركة الاستحمار. نعم، للأسف. للأسف. وكان في الماضي، إذا كنا نعاني بلغة مالك النبي في الماضي عن القابلية للاستعمار، أصبحنا الآن نعاني من القابلية للاستحمار. صحيح. وقد حدث عنها شريعتي.
نعم وتحدث عن النباهة والاستحمار، ولكن القابلية للاستحمار هي مشكلة كبيرة. الإنسان للأسف لما يتنازل عن عقله، يتنازل عن فكره، يتنازل عن أمته دائرة إنهم ودينه كالأنعام، بل هم تماما. بعض بمعنى هذا في يدخل كتاب معركة الوعي هو حديث كيف نستطيع أن نستعيد ريادتنا، وكيف نستطيع أن نستعيد على الأقل المواجهة، وأين هي أولا المواجهة، في أي مستوى تقع، وما هي مؤسساتها. طبعا كان هذا هو السؤال في كتاب معركة الوعي. مهم جدا، موجود عبر مكتبات نعم في المتوفر. متوفر في مختلف جميل. المكتبات. ما بعد كورونا أو معركة كورونا له علاقة بالموضوع أم أنه نعم، عالم ما بعد كورونا هو حديث عن التحولات التي الطارئة التي حدثت طبعا، وكانت إرهاصاتها قبل الوباء وأثناء الوباء، وأصبحنا الآن نعيش عالما جديدا. صحيح. وبينت في هذا الكتاب كيف أننا اليوم حين نزعنا الكمامة من وجوهنا سنتعرف على عالم جديد مختلف، جميل. عالم جديد في مرجعياته السياسية، في تعدد قطبياته بعد أن كان أحادي القطبية، وأيضا في حتى في مرجعياته الفكرية الآن. وبينت بأن هناك خريطة اليوم في العالم لسنا في مستوى الوعي الكامل والكافي بها، من لأننا نعرف جيدا الإنسان الغربي، ولكن لا نعرف الصين وماذا يفكر فيه، لا نعرف الهند وماذا يحدث فيها، لم نكتشف بعد جنوب أفريقيا ولم نعرف ماذا يحدث هناك. الهند الآن، البرازيل التي ستكون أقوى اقتصاد وسادس اقتصاد وخامس اقتصاد عالميا في السنوات القليلة المقبلة، هذه أمريكا الشعوب اللاتينية وما يحدث فيها الآن، مواجهة أيضا لمنظومة استعمارية استنزفتها مثل ما إمبريالية. استنزفتنا أيضا. صحيح. وبينت في النهاية أن الإنسان المسلم ينبغي، وهذا هو دور سورة الروم في القرآن الكريم، أنها تنبهك في النهاية، الليل ينبهك بسنن الكون، البقرة تنبهك بأحكام المجتمع ودلوناته إلى آخره، ولكن سورة روم تنبهك بأنه أيضا هناك إحداثيات، هناك دبلوماسية ينبغي أن تنتبه واقع. إليها، نعم. هناك واقع استراتيجية جيوسياسي. نعم. جيوستراتيجي وجيوسياسي سياسي. ينبغي أن تنتبه إليه. بهذا يكتمل القرآن الكريم، وهذا نختلف عن المسيحية، وهذا نختلف عن أي ديانة أخرى. نعم، بمعنى الدين عملي حركي هكذا في نعم. الحياة. أستاذ الدكتور طه كوزي، باحث في القضايا الفكرية، مؤسس المعهد العالي للعلوم، رئيس مجلس الإدارة بهذا المعهد، شكرا جزيلا لك على هذا النزول الكريم. شكرا جزيلا على ما ساهمت به معنا في عدد اليوم، وهذه حلقة هكذا نحيلها إلى أنفسنا وإلى المشاهد الكريم لضرورة مراجعة والثبات على القيم حتى نكون إيجابيين في مجتمعنا. بارك الله فيك وشكرا جزيلا على الاستضافة. العفو، نلقاك في مناسبات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك الكريم. مشاهدي الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج أبعاد. نترككم على خير ونلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.